الرحمن الرحيم، محاضرة شعبة طاقة دمية واحد قاع كيمياء 16 في تاريخ 1/11. طيب، في المحاضرة أو في شاب سألني عن موضوع إيش الفرق في عملية الأكسس عملية الأكسس للأري أو للليست باستخدام طريقة الإندكس والإليمنت نفسه. لقيت لما بنيجي هان احنا مش في سترينج، نروح على الفولدر اللي اسمه، ونفتح الفولدر اللي اسمه ايش، اللي اسمه اللوبس، موجود عندنا على في ديستروبوكس مالتي ميديا. هاي نكمل في موضوع اللوبس. انا جبت الباث تبعه، مسار الملف اللي بيصير فيها، بقول له اوكي، بقول له ايش اوبن، بتقدر تفتحه في نفس الويندو هاي، يعني افتح لي اياهم هان ولا يفتح لي نيو ويندو، بقول له نيو ويندو. تمام؟ لا تمام شباب، هاي ملف اللوبس، بدي اعمل في ملف جديد نسميه الاري اكسس، عمليه الاكسس للاري. اوكي، كبر شويه الخط عشان الناس تكون كلها شايفه. اجيت كبر على الليست الشباب، ايش بقول ليست؟ لازم اقول اسمها ليست ولا ينفع اقول اسمها اكس؟ عادي صح؟ تعرفها، سميها ال، سميها ال كويس، ال. اوكي، من ليست اختصار لليست. ال ايش بتساوي؟ هدول هم مين؟ هدول مظبوط. هاي الجوز، هل محتواها لازم يكون من نوع واحد؟ يعني هل ممكن لازم كلهم يكونوا سترينج؟ في بعض لغات البرمجه برضاش، بعض لغات البرمجه الاخرى غير البايثون برضاش الا نوع واحد، بايثون لا. بسمع لك تعرف ايش بيكون الانواع فيها، يعني حتى ممكن يكون جواتها ليست، هذا كلام شرحناه، ليست جواتها ليست، وجوا الليست كمان ليست عادي، او سترينج جنب رقم عادي مسموح. اوكي، لو جينا هان عشان نشتغل عليها نحط فيها هذه. محمد ايش اسمك انت؟ سعيد. ايش الفرق بين اكتب سعيد هيك اكتب سعيد هيك؟ هذه ايش حتعامل معها وهذه ايش حتعامل معها؟ هذه سترينج. طب هذه عليها متغير، والدليل انه انت حاطط لي تحتيها ايش، ما له خط، يعني انت مستخدم، انت مستخدم فاريبل انت ما عرفتهاش. لو بدي اشيل الخطا هذا ايش بسوي؟ بروح بعرف له فاريبل اسمه سعيد، ممكن يكون مساوي واحد او صفر او ممكن يكون سترينج، واضح؟ بس انا هذا اللي بدي اياه، لا انا قاعد بعبي اسماء. ماشي؟ اتفقنا يا شباب؟ فهان غلط لانه في فاريبل، طبعا ما حطيتش الحاجه بين قوسين، معناته هي فاريبل معرف، واضح؟ طيب لسه ما حطوا له صفر، بقول ليش هذه فاريبل؟ لانه انتجر، وكمان لانه ما ينفعش يكون في سترينج اسمه، ما ينفعش يكون في فاريبل اسمه صفر، مش مسموح. حكينا الفاريبل اذا بلش بايش؟ بحرف مظبوط او اندر سكور، صح؟ هل في فاريبل ببلش بصفر؟ يعني عمره ما حتلاقي فاريبل اسمه صفر، ممكن يحتوي الحرف الثاني، الحرف الثاني، يعني لو قلت له هيك ال صفر، قال لي ايرور، هذه فاريبل انت ايش؟ لقيت هو هيتعامل معها لانها ايش؟ لقيتها لانها فاريبل مظبوط؟ فقال لي انت مش معرف. فهمنا كيف؟ طيب يبقى هون احنا نكمل نعبي اسماء. ايش اسمه هذا؟ سميه احمد. انت ايش اسمك؟ محمد. حط لنا محمد، فيش مشكلة نكرر. ماشي؟ طيب مين الثاني؟ جنبك اسمه؟ كمان محمد؟ كان كله محمد. انت وسيم مين بيعرف مقطع وسيم تبع احمد حلمي؟ وسيم
سيب لما بعلق ال وسيب وسيب. طيب هذه ادي ليست قديش كم ايتم فيها؟ 2 4 6. الاندكس تبع احمد قديش؟ الاندكس تبع احمد 1. ليش؟ بنبلش من صفر. واضح؟ امانه في رقبتكم مش فاهم يوقفني. واضح ايش؟ الخط؟ اكمل كمان شويه. كويس؟ يعني اللي مش فاهم يوقفني. اه؟ صح، في ناس بتجاوب معي كونها فاهمه، هذا يعني ان الناس اللي مش فاهمه ما تسالش. ماشي؟ انا ممكن اسالك فجاه. اللي لسه ما درسش؟ يحاول يفهم اليوم. هيك انا عرف ايش لو مش دارس مثلا. بس شيء. طيب. ضروري تدرس. ماشي؟ هيك انا عرفنا حاجه اسمها ليست. ليست بتتكون من عده قيم. هي ست قيم جواتها، ماشي؟ بالبايثون. ابو الاصفر الدهان. ايش الاندكس تبع وسيم؟ الاخيره اه. خمسة، برافو عليك. بعد قال لي فيش انتربريتر، شايف؟ طلبت الإشارة وشغالة، بعد المفسر مش شغال، بضغط عليها زي هيك بختار مفسر يكون شغال. خليني اختار هذا، بصير بحمل اللايبرز، قلت له اوكي، هذا بدون المشاكل اللي كانت تواجهكم، انتهى الموضوع، اوكي؟ قبل لو شغال حيعطيني ايرور، مش عارف افسر الكلام. في بجد واحد فيكم جهة. السلام، انا ابو الوليد. ايش مالك؟ هذه كورية. اهلا وسهلا. بالنا ايش؟ ال سي دي شوية سيء. انا الدكتور. طيب هيك انا عرفنا ليست يا شباب تتكون من ست عناصر فيها اسماء. اللي كنا بنشرحه اليوم اللي هو عملية الوصول لها. في طريقتين انك تصل لها، في طريقتين انك تصل لكود الاري. اول طريقه بنعرفها اللي هي باستخدام الاندكس. قلنا هذا مخزن عند اندكس 0، هذا اندكس 1، اندكس 2، اندكس 3، 4، 5. بلش عد من عند 0، تمام؟ يعني عند اللينث ناقص 1. اللينث قديش قلنا عنه؟ اللينث الطول 6، يعني من 0 عند اللينث ناقص 1، هذا اخر عنصر، تمام؟ طيب نيجي نجرب نوصل للعناصر ونطبعها. كيف نطبع في البايثون؟ برنت تعطيها ايش؟ ليش اللي بدها تطبعه؟ ممكن اقول برنت ايش؟ كلام من عندي اطبع لي اياه، صح؟ اشغل بقول بزر اليمين بعمل له ايش؟ رن. هي الناتج، ايش طبع لي هان؟ هذا ناتج من هذه. هل هذه لها اي ناتج؟ لا، انا بس عرفت. انا بس عرفت متغير. تمام؟ انا بس عرفت متغير. اه. مش عارف يمكن في القاعه اللي جنبنا، مش عارف وين. شباب دي برمجه بايثون وسائط متعدده. لا اذا حد يمكن في حقه عليك. اي حدا مش في القاعه مش في المكان الصحيح يغير عادي. هذا لما كنت اعمل ماجستير حضرت محاضره برضه في مكان مش لمادتي. وقعدت بتطلع زي ليش انا مش فاهم حاجه؟ بعدين اكتشفت ان هذه الماده مش مادتي. قلت لكم ليه القصه هذه؟ اه تمام. طيب نكمل. يبقى هذا الناتج طلع معنا هان. ناتج ايش هذا؟ امر الطباعه هذا 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 الستيتمنت. هذا الستيتمنت مالهاش امر طباعه. بلاش اوتبوت، بلاش ناتج، تحتيها الى ناتج. دي البرنت. اوكي؟ طيب يبقى البرنت تطبع، طيب لو بدي اطبع قلت لك اطبع لي ثاني عنصر في الاري. ثاني عنصر هون بقول الاندكس تبعه 1. مظبوط؟ اخر واحد هنا. انت خامس عنصر هون بكون عند الاندكس قديش؟ عفوا؟ على صوتك تخافش. خامس عنصر، وين خامس عنصر عندنا؟ في الاري. عند الاندكس 4 اللي هو ايش اسمه الخامس عنصر؟ مش شايف؟ اوكي، خامس عنصر هي 0 1 2 3 4 هي خامس عنصر لانه 1 2 3 4 5 عند الاندكس قديش؟ الاندكس 4 لو قلت لك اطلع لي العنصر الثالث اللي هو عند الاندكس قديش؟ 2 كون عرفت انه عند الاندكس 2 كيف اوصل له؟ بقول اسم الاري ال اوف 2 هيك صح؟ لا لازم يقاس ايش؟ لهيك مربع هذا سكوير بريكت. هيك انا وصلت للعنصر رقم قديش؟ اللي هو اول واحد.
نتأكد نجي نطبعه. طيب محمد، محمد هادي واضح؟ هذه اللي انطبعت. طيب لو قلت له العنصر رقم واحد واضح؟ أحمد هادي. طيب لو قلت له العنصر رقم خمسة وسيم آخر واحد مظبوط؟ آخر واحد. طيب لو قلت له العنصر رقم ستة قال لي اندكس ايرور. ليش؟ لانه احنا بنطلب منه عنصر مش موجود برا الاندكس، برا الاندكس، لانه اخر اندكس عندنا قديش اتفقنا احنا؟ خمسه، كانوا هم ست عناصر، فاخر اندكس خمسه، احنا بلش من صفر صح؟ صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، سته وفوق ديك ايرور، ولكن انت تطلب قاعد اندكس، تطلب قاعد element عنصر برا الاري. لو بدخليه يصير موجود عشان اتاكد ان كلامي صحيح، خليني احط عنصر سادس سن انا تمام، نسميه زينة اسم بنتي تمام، باجي بشغل وبطلب منه اي عنصر لقيت السادس جابه. ليش؟ قبل ما كانش في عنصر، قد صار في عنصر، انت ضربت منه السابع ايرور، برضه ايرور واضح؟ طيب لو انا بديش، انا عندي اري ومش عارف ايش فيها، مش عارف ايش طولها، انا عارف ايش فيها اري، قلت لك جيب لي اخر عنصر. هذه الطريقة، طريقة ثانية لما تقول له ال اوف سالب واحد معناته اخر عنصر، مفيش داعي تعرف انت قديش طولها. واضح؟ مش ضروري تعدهم. لو اديتك ما شرحتش هذا في كويس، استفدنا معلومه جديده في لا مش جديده في الفيديوهات اللي بعديها. شوفوا لما اقول ليست اوف سالب واحد، هذه محجوز سالب واحد معناته اخر عنصر، بدون ما تفكر بقول لك انا بروح اجيب اخر عنصر، فيش داعي تجيب اللينث تطرح منه واحد. واضح؟ شغل. مين جاب لي؟ نفس انك تعمل ايش؟ نفس طبعا الطريقه الثانيه. أنا مش مرتاح للناس اللي بتحكيش، حاسس إني بحكي بشرح لناس معينة بس. خلوني أضطر أقوم و طيب أمشي في القاعة. خلينا نعمل هذه ال أوف إيش؟ في عندي فانكشن اسمها لين، قبل ما نبدأ أشرح هذه بدي أشرح فانكشن اسمها لين. في فانكشن وكونها فانكشن معناتها إيش بتاخذ يا شباب؟ تاخذ أقواس، تاخذ أقواس، تاخذ شغل جوا الأقواس. كونها فانكشن معناته في ايش؟ في الاقواس. طيب لمين بدنا نجيب اللين احنا؟ للال مظبوط. نطبع نشوف الفانكشن نشوف هذا ايش برجع لي، نشوف هذا ايش برجع. دائما لما بدك تعرف شغله ايش بتعمل تطبعها زي بترجع اصلا، زي بترجع بترجع تطبع الناتج. نجي نطبع الناتج تبع هذه، هذا نوقفه عشان نشوف بس ناتج هذه ايش بتعمل. هذه بتروح تمسك ال بتجيب بتحسب طولها ترجع لي الطول. انا ايش قاعد بعمل هنا؟ بطبع الطول فقط. تذكر شغل ايش طبعت لي؟ سبعه. هم فعلا سبعه عناصر، هم فعلا سبعه عناصر. اخر عنصر هو موجود عند السته، يعني دائما اخر عنصر موجود عند اللينث ناقص واحد، دائما هي ثابته. نتاكد لو قلت له جيب لي العنصر اللي عند اللينث، قلت له جيب لي العنصر اللي وين؟ اللي عند ال اوف مش شايف الازرار سامحوني هنا. ترجم لي العنصر اللي في ال اللي موجود وين؟ عند اللينث اوف ال هيك بدي اجيبه. قلت له هيك، هاي ايش بترجع شباب هذه الحاله هيك؟ ايش بترجع هذه؟ هذه الحاله اللي بالازرق شايفين ايش بترجع؟ طول، قديش طول؟ سبعه. قلت له روح جيب لي ال اوف السبعه، هيك معناها شفت كيف؟ بحلها واحده واحده البايثون. قلت له جيب لي ال اوف السبعه او ال اللي راجع من اللينث، يعني لو طولتها كمان شوي خليتهم 100 راح ترجع لي 100، بقول له ال اوف ال 100. على هذا على هذا المثال كم عنصر في عندي؟ سبعه عنصر. قلت له جيب لي العنصر اوف السبعه. خليني اشغل شوف ايش حرجع لي. قال لي ايرور. ليش؟ لانه ما فيش عنصر عند الطول، اخر عنصر موجود وين؟ قبل بواحد،
ثابته هاي، بلش عندنا صفر. السبع عناصر بلشوا من وين؟ من صفر. صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، هي سبع عناصر. وين اخر عنصر موجود؟ اخر عنصر وين؟ سته. سبع عناصر اخر عنصر عند الاندكس سته. اتفقنا؟ يبقى لما تقول له الليمث ديك ايرور، بس قول له جيب لي العنصر اللي عند الليمث ناقص واحد، بظبط. بجيب ايش؟ ايش بجيب هيك؟ اخر عنصر اللي هو زين. تفضل. نعم. ايش المبدل؟ ايش المبدل عندك؟ هندسه برمجه؟ برمجه وصال. تفضل. ايوه. ما فيش غيرها. ايش شغلتين شغاله؟ تمام؟ مين يقول ليش الايرور صار هذا؟ مين يقول ليش الايرور؟ هاي زوم بقيت ما بدك. كيف انا معكم؟ الله يسعدك. ليش؟ هاي احنا طالعين واحد من مين؟ من القيمة نفسها. برافو عليك، انا طلع واحد من القيمة نفسها. انا بدي هذه الليمث اطرح منها واحد، مش بعد ما يجيبها يطرح منها واحد، لا، بدي اللينث نفسه ينطرح منه واحد. فهمتوا علي؟ بدي هنا احط الواحد جوات القوسين، هذه مش لازمه. برافو عليك. هيك اكس كويس، الاوف هذه القيمه. ايش القيمه هذه؟ 7 ناقص 1. قبل ايش كنت انا قايل له؟ قايل له جيب القيمه اللي عند اللينث اللي عندي 7 اطرح منها واحد. لا حجيب قيمه، ما فيش قيمه ولا حيطلع منها واحد. فهمنا؟ هان ايش هترجع هذه؟ هي هترجع 7 ناقص 1. ايش هترجع لنا هذه؟ 7 ناقص 1. كان هيك عامل بالضبط انا. اسف شيء. واضح يا شباب؟ كيف عملناها بطريقه ثانيه؟ ايش هي؟ انه اللينث، انه لينث اوف ال اللي هي 7 ناقص 1 اوف 6. فايش هترجع لي هذا البرنت؟ نفس الحاجه كلمه زينه. واضح؟ يبقى هذه اللي عملتها فوق قادر استغني عنها بكل سهوله واطبع وين؟ اطبع هاي. نفس الحاجه. هذه تساوي هذا. بدل ما تروح تجيب اللينث تقول له احسب لي اللينث تروح لي منه واحد، كله جيب لي العنصر اللي وين؟ عند السالب واحد. في البايثون سالب واحد ايش يعني؟ اخر عنصر. حلو؟ يبقى هذا كده عرفت كيف اتعامل مع اري او ليست معرفه. لما اقول اري او ليست نفس الكلمه. ماشي؟ معناتها مصفوف. مصفوف نقطتين. كنترول كنترول مع هذا مش موجود؟ تمام؟ كملوا. عشان هيك اعمل لكم مجموعه عشان تبعتوا لكم على المسنجر 100%. طيب نكمل. لا بس البحر تأكد. قول له سالب 2، وقف هذه، شغل هذه. طبعا اللي قبل الاخير، اللي قبل الاخير مظبوط. بس ايش يسوي؟ بيرجع لجوا. تمام. واضح الفكره يا شباب؟ يعني من سالب واحد ورجوع بصير ايش يسوي؟ يرجع لجوا. هذا لو بدك، لو قلت لك اطبع الري بالعكس، يعني اطبعها من الاخير. تسير الفور لوب تمشي تبعتك من وين؟ زيد بالسالب، بلش بسالب واحد وتصير ايش فيها؟ تنقص منها كل مره واحد. واضح؟ وارد يجيك سؤال في امتحان زي هيك. او بلش من عند الليث اطبع بس من عند السته تصير تنقص واحد واحد، نفس الحاجه. ما فهمتش علي؟ طيب نشوف. راح نشوف المثال هذا. بعدين نيجي نطبع الاري عشان نطبعها عنصر عنصر بتمشي عليها واحده واحده. انا قادر اطبعها، قادر اطبعها ببرنت واحده، قادر بدون نجمه كمان بطبعها. خلصنا من هذا الموضوع. لو قلت لك اطبع الاري، بس قلت لك اطبع الاري كل برنت، لا بطبعها. بس كيف بطبعها؟ خليكم معي.
طبعها زي ما انا عرفتها، طبعها كايش هان. احيانا الاري بحتاج الف عليهم واحده واحده. خلينا نلف عليهم. هاي طريقه طبعات الاري ككل، ككل طبعات الاري هان. اوكي، اذا انا بدي اعمل بديش اطبع الاري ككل، بدي اطبعهم واحد واحد. اول حاجه كيف اطبعهم واحد واحد؟ بقول فور. فور يعني لوب. الطريقه الاولى اني اقولها، اقول له فور اكس ان ال وهي نقطتين وانزل تحت. ايش هيك انا قلت له؟ قلت له بالعربي امشي على كل العناصر، امشي عليهم اكس اكس. كل مره ايش ايش قيمه الاكس بتكون في اول لفه؟ هم واضح ايش قيمه الاكس؟ كل لفه تكون قيمتها قيمه ايش؟ عنصر. الاكس هان عباره عن قيمه العنصر وليس الاندكس. ايش قيمه الاكس دائما هان في هذه الحاله؟ قيم العنصر اللي موجود في الاري وليس الاندكس. لانه قلت له كل اكس وين موجود؟ في ال، اللي مخزن في ال، هل هو الاندكس ولا العناصر؟ العنصر. يبقى انا هيك قلت له امشي على كل العناصر. عشان اتاكد بقول له في كل مره لو انت بتلف اطبع لي مين؟ خليني اوقف امر الطباعه هذا اللي تحت عشان اشوف ايش ناتج هذه. بس شغل. ايش قيمة الاكس كل مرة؟ محمد، احمد، سعيد، محمد، محمد، وسيم، زين. واضح؟ ليش يكونون في سطور مختلفة؟ لان جملة البرنت هتطلع ايش قاعدة؟ كل مرة في سطر. فكم سطر عندي؟ عدد العناصر من الاسطر. واضح؟ فقيمة الاكس في هذه الحالة هي مين؟ العناصر. مشكلة الطريقة هاي بقدرش اعدل على الريفية. ما ينفعش اقول له اكس بتساوي هيك، مش هيعدل، مش هيعدل. فهمنا؟ عشان تتاكد خليه بس بعد ما يخلص اللوبه دي كلها هيك. قول له اطبع لي الاكس ككل، اطبع لي ال بعد هيك، بعد ما تخلص اللوب هان. مش هذا كله النص هيتنفذ عدد مرات اللوب؟ مظبوط شباب؟ تقول له بعد ما تخلص اللوب اطبع لي ايش؟ ال. اشوف هل انا قلت له غير الاكس، اشوف هل الاكس تغير ولا ضلت قيمتها؟ ضل ايش ضلت قيمه الاكس؟ زي ما هي. هل انا عدلت عليها؟
ينفعش تعدل عليها، لان انت واصل للعنصر وليس واصل لمكانه. فهي الطريقه تنفع تقرا الاري، تطبع الاري، تعد الاري، بس ما ينفعش تغير على قيمه عنصر في الاري. هذا الفرق بين الطريقتين. واضحه هيك؟ واضحه هيك؟ طيب ايش الطريقه اللي بتسمح لي اعدل على الاري؟ بدك تتعامل مع الاري وتمشي عليها بالاندكس تبعها، بالعنوان، بالعنوان. طيب يبقى هاي الطريقه اقول لها هذه مشكلتها، ما بقدرش اعدل على الاري. كيف نتعامل مع هاي الطريقه؟ قلنا اندكس انك اكسس باي ايش؟ باي الفاليو. اكسس الاري باي ايش هاي؟ اكسس الليست باي الفاليو، القيمه تاعتها وليس بالاندكس تبعها. نجي نعمل عمليه الاكسس، ليش لقيت؟ بالاندكس تشبهها لحد ما، بس قيم الاكس مش قيمه اللي هي مين؟ الاندكس. قبل ما نحكي على الطريقه، في فانكشن اسمها الرينج. وليش بترجع الرينج؟ بعطيها قيمه بترجع لي الارقام جوا ليست، جوا ليست بترجعها الارقام من صفر الى القيمه، الى القيمه اللي معطيها ناقص واحد. مظبوط؟ فهمنا؟ الناس اللي فاهمه ما تحكيش، اللي مش فاهم قول لي ايش الوضع. عيد الرينج. حاضر. الرينج بترجع فانكشن، بتعطيها قيمه ترجع لك قيم ورا بعض جوا ليست، تمام؟ عشان اعرف بترجع شو اسوي؟ تعال اطبعها، اطبعها، شوف شو بترجع. الرينج اوف 5، تقول اطبع لي اياها، رجعت رينج. تقول لي بترجع اوبجكت اسمه رينج من 0 ل 5، بدي اقول له هذا الرينج حول لي اياه لليست. هذه عملية، هذه عملية بسميها كاستنج، راح ناخذها لقدام. ايش يعني كاستنج؟ يعني تحويل القيمة اللي هان إلى القيمة اللي هان. ماشي؟ بدي أشوف كيف شكلها لقيت كليست. واضح كيف شكلها؟ القيم من 0 إلى 4. 5 عناصر من 0 إلى 4. لو قلت له 10 برجع القيم من 0 إلى 9. اتفقنا؟ يبقى هذا الرينج. ايش بدي أقول له في الفور؟ بدي أقول له فور اي ان مش ان مش ان الاري ال، لا ان ايش القيم اللي بدي امشي عليها في الاي؟ بدي الاندكس. قيم الاندكس تاعت الاري هذه من وين لوين؟ من صفر لقديش؟ للينث. فاهمين علي؟ فبقول له اعمل لي رينج، او عشان اسهلها عليكم بدون رينج، ان الاري من صفر. كم عنصر عندنا احنا؟ 1 2 3 4 5 6. واضح؟ بقول له الاي هي قيمه من القيم هذول، كل مره قيمه مختلفه. فهمنا كيف هذه؟ بدي اقول له كل مره اطبع لي الاي والال. مين كمان بدي اقول له اطبع؟ الال اوف الاي. ايش بتطبع هذه؟ هاي بتطبع القيمة هاي، وهاي بتطبع القيمة اللي في ال اللي عند ال i. يعني أول مرة عند مين؟ عند صفر، عند الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. اللي فاهمين يهدوا شوية. عيدها. هان لما أنا بقول ال اوف ال اوف صفر، بسوي عملها إيش قيمتها؟ ال اوف صفر، هاي ال عفوا؟ محمد او ال اوف 2 0 1 2. واضح؟ طيب فلما اقول له ال اوف اي، ايش قيم الاي؟ قلنا في المره هاي قيم الاي واحده من هذول، تمشي عليهم واحده واحده. اول مره ايش قيمه الاي؟ يبقى اول مره حيطبع صفر وجنبها مين؟ ال اوف اي اللي هو مين؟ محمد، صح؟ ثاني مره حيطبع الاي بتصير واحد، صح؟ مش قيمه الثانيه واحد، وحيطبع مين؟ ال اوف الواحد هي مين؟ احمد. واضح كيف؟ بالاخير لعند ال اوف 6. نتاكد من الكلام اللي انا بحكيه، نيجي نطبع الناتج من هنا. خليني اوقف هذه بس كمان، تمام، واوقف هذول عشان بس يطلع منا ناتج واحد. بوقف ايش بعمل قاعد انا؟ بعملهم ايش؟ كومنت.
كومنت ايش بيصير تعليق يعني مش هيشتغل تشغل ايش طبع كل مره الاندكس وجنبه القيمه اللي في القلب واضحه هاي هل جيت انا لو عندي 1000 عنصر في الاري هل منطقي اروح اكتب اضل اكتب 0 1 2 3 لغايه 999 لا بس هذا الكلام في فانكشن بتعمل ايه حكينا اسمها ايش اسمها رينج واللي كم عنصر بدك بقول له وين العناصر بدك اياهم بقول له من عند 0 لعند 5 ها بس انا بدي اياهم من 0 لوين 7 شو هم 6 عناصر لا مش هم 6 عناصر هذه بترجع العناصر من 0 ل 6 هي السبع عناصر المطلوبين يعني العنصر يعني خليك معي يعني العنصر 7 هان كلش من ضمن العناصر زي ما شفنا قبل شويه لما طبعنا من 0 ل 5 ايش طبع عليه لما طلبت العناصر هذه ايش طبع عليه برجيك تاني ها الناس ما شافتش قبل شويه من 0 الى 4 5 مش معهم عدد العناصر او مش عدد العناصر اخر عنصر بتكاش اياه بدك كل اللي قبله اه طبعا رجايه من واحده واحده بدي ارجع من واحده واحده بدي اشرحها ليش بدي انا عندي 7 صح اسف اه تمام هلا بدي رينج لوين؟ لعند السبعة لأن العناصر اللي عندك سبعة حسب ما أنا عارف 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 فبقول له هات لي رينج السبعة رينج السبعة برجع لي العناصر هذول وكأني ايش عملت أري زي ما عملنا قبل شوي بس عملتها بطريقة ايش مالها؟ اوتوماتيك أكثر لو زودت اللينث قال برافو عليك بس خليك معي هيك أنا بقدر هيك بتعمل نفس الشغل اللي عملناه قبل شوي هاي العناصر انطبعوا مظبوط هيون شايفينه؟ طيب انا كل مره بدي اعد العناصر واقول له حط 7 طب صاروا 1000 صاروا اعدهم مش منطقي بقول له عدها لحالك مش انت شاطر؟ مش عندك فانكشن اسمها لينث بتعرف تعد لحالك؟ بقول له جيب اللينث تبع مين؟ تبع الليست اطرح منه واحد هان؟ لا ولحاله مش هجيب اللينث يعني العنصر اللي عند اللينث مش حيكون ضمن القيم اللي راجعه من هان واضح؟ هيك ايش بطبع؟ هيك طبع لكل العناصر الاندكس زائد العنصر بهي الطريقه عملت اكسس باي الاليمنت ولا باي الاندكس؟ اه هيك باي الاندكس هيك انا وصلت للعناصر من خلال مين؟ من خلال ايوه من خلال الاندكس تبعها عملت لوب تلف على قيم الاندكس تلف 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه النهايه لغايه اللينث ناقص 1 وكل مره في كل لفه كنت اقول له هات العنصر اللي في الاقل عند الاندكس 0 1 2 وهكذا واضح؟ بهي الطريقه كون انا اواصل للعنوان تبع الاليمنت بينفع اوصل له بينفع اغير عقيمته فهمنا؟ بينفع اوصل له بينفع اغير عقيمته في هاي الحاله فنيجي نقول كل مره العنصر ال اوف اي بعد ما تطبعه اللي هو حيكون ال طبعا ها ال اللي عند الاي روح حط لي قيمته بتساوي ال اي القديمه وبدي احط له اجمع لها نيو فاليو اجمع لها القيمه هاي وهذا شو يسوي الجيت يمسك كل ال اي بجيبه بعد ما يطبع طبعا هان يمسكه ويعمل له كونكات ايش يعني كونكات؟ دمج مع قيمه جديده سترينج زائد سترينج تمام وين حيخزن الناتج؟ في نفس المكان القديم يعني ايش سويت انا؟ شلت قيمه دمجت لها قيمه جديده من الليست رجعتها وين؟ مكان واضح؟ عشان نتاكد بخليه بعد ما يخلص كل حاجه يطبع لي مين؟ يطبع لي القلب كلها واضح؟ برا اللوب قلت له لما تخلص يطبع لي مين؟ القلب عشان اشوف هل تغيرت القيم ولا لا تمام؟ شغل ايش اول حاجه سوى؟ طبع العناصر هي الامر هذا طبع الاندكس والعنصر الاندكس والعنصر مظبوط لف عليهم كلهم بعدين ايش سوى؟ دمج لكل واحدة قيمة ايش؟ نيو فاليو والدليل هذه لما طبعت الاري كلها هان
ايش طلع عليه؟ محمد نيو فاليو، احمد نيو فاليو ده الاخير، واضح؟ لقيت لو قلت لك المطلوب مش تعمل هيك، قلت لك المطلوب تعد، طالما بتعد قيمه كم مره متكرره فيش داعي، يعني بالطريقتين بظبط، تلف عليهم بالاندكس بظبط، تلف عليهم بالطريقه الاليمنت بظبط. مين الاسهل؟ الاليمنت اسهل شويه، كان الفور تعدها بسيطه تمام، ولكن هذه برضه سهله، هذه كمان بسيطه، دائما فور اي ان الرينج، بس بدل ما تقول له هان ان، بدل ما تقول له اسم ال تقول له رينج اوف لينث ال، اذا بدك تلف عليهم ايش؟ بالاندكس. خلينا نعد باستخدام الطريقة هاي، الطريقة الأصعب، بدي أعد كم مرة اسم محمد تكرر، كم مرة اسم محمد تكرر، واضح يا شباب؟ أول حاجة طالما بدك تعد، بدك متغير تكون معرف برا، قيمته صفر في البداية. ليش بقول برا أنا؟ لأنه كان جوا اللوب كل مرة يسوي فيه راح يتصفر. مظبوط؟ بعرفه مرة برا اللوب بقول له الآن صفر، بعدين جوا اللوب بضل أزود عليه. سميه كاونت. كاونت ايش بيسوي؟ صفر. هان جوا اللوب ايش بتقول له؟ بدل ما تطبع نيو فاليو مش عارف شو تقول اف، ايش بيسوي الاف؟ تفحص اف الاي تساوي محمد؟ لا اف ال اوف الاي، ال اوف الاي تساوي تساوي ايش؟ هيك صح؟ لا يساوي الوحدة لعملية assignment، كأني بقول له حط قيمة جوا قيمة، اللي أنا بدي إياه هو أقول له افحص هل هم متساويين أو لا عشان أرجع لي true أو false، يبقى يساوي يساوي. إذا كانت بتساوي محمد نفس الأحرف المكتوبة قدامنا، يعني إذا كان في capital هان زي هذا لا يساوي هذه، ليش؟ لأن هذا أول حرف إيش ماله؟ capital. إذا كان هان في سبيس برضه نفس الحاجة بتساويش، هذه بتساوي نفس الكلام المكتوب، واضح؟ بكم مرة هذه كلمة محمد بتكرر عنا؟ مرة، نفس الطريقة المكتوبة عندي دون كابيتال وسمول، ماشي؟ لأنه الكابيتال بيختلف على السمول، لأنه قلنا الجافا آسف البايثون هي كيس سنسيتيف. إيش يسوي إذا لقي كلمة محمد؟ كاونت قديم بتساوي كاونت زائد واحد. طويلة شوية يا دي. لو كتبت زي هيك كام زائد يساوي واحد نفس الحال، تمام؟ بفهم، بس ده كلام على الامام جوا كمان، بس بتخاف بيقول لك ايش؟ مش عارف اجمع نون مع صفر، فهمت علي؟ هيك بديك ايرور، ليش؟ لانه انت قاعد تجمع على النون واحد، فلازم احل ايش؟ لازم تكون قيمتها صفر، واضح؟ او تقول له واضح يا شباب هاي؟ كم واحد مش فاهم؟ شجاع ومش فاهم؟ مش فاهم شيء؟ الاول من هان؟ كويس، هذه؟ اللي قبلها هان، هان ايش مسوينا؟ اتفقنا انه هاي جوالك خط جنبك، اتفقنا انه هذه بتلف على 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 على, على الاندكس تاعت العناصر، صح؟ اتفقنا على الكلام هذا، واتفقنا انه قادر اصلا لقيت لكل العناصر باستخدام مين؟ الاندكس تبعه اللي هو العنوان 0 1 2 3 عنوان، مظبوط؟ لقيت انا بديش اطبع العنصر، المطلوب لقيت انه افحص لي مين من العناصر قيمته وليس الاندكس تبعه، قيمته ايش؟ محمد. فبقول له اف، اف بتعمل مقارنه، اف العنصر اللي عند الاي ايش قيمه الاي في البدايه؟ صفر، بعدين واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثه وهكذا. بقول له ضلك امشي عليهم، كل مره خذ العنصر اللي عند الاي وقارنه مع مين؟ محمد. اذا الشرط تحقق ايش سوي؟ روح اجمع واحد، اجمع واحد على مين؟ على الكاونت، الكاونت القديم صفر، بصير صفر زائد واحد، ايش بصير قيمه الكاونت؟ واحد. هذا وقت ايش بصير قيمته واحد؟ لما يلاقي عنصر قيمته محمد، واضح؟ مش دائما بزود واحد. لو
بينفع عشان شرحناها في المحاضرة صح؟ ما شرحناهوش؟ الريسترنج بتسووه في المحاضرة الجاية. في المحاضرة الجاية هتشوفوا. واضح يا شباب هيك؟ بدك تشيل موضوع الكاونت كله هيك؟ طيب بدك تسوي؟ طبعا رجعت الان هذه الطريقه كويسه للتست. شوف بدي اشوف بشوف الشرط تبع شغال او لا. ماشي، بدي اقول له اذا لقيت الكلام اللي انا بحكي عليه اطبع لي اياه، اطبع لي العنصر اللي لقيته. اذا لقيت الشرط ده متحقق اطبع لي مين. هات خلينا نوقفها. بدي اقول له اذا لقيت ال اي الالف الاي قيمته محمد اطبع لي اياه، تاكد انه هو شغال ولا لا، ولا بيطبع كل مره ولا بيطبعش بالمره، معناته ما لقاش ولا مره محمد. تمام، قبل ما ابلش اعد طريقه كويسه تعمل لنفسك ايش الكود تيست، تفحص شغال ولا لا. شوف كم، نشوف كم محمد راح يطبع. شغل كم محمد راح يطبع هان؟ واحده. هيها ليش ما طبعش الشاي؟ مش زي اذا بدي اياه يطبعها بخليها ايش؟ سمول. هيك كم واحده محمد؟ الاولى والاخيره. طيب قادر اخليه يطبع الاي تاعت محمد هذه؟ كيف؟ بدي الاندكس، بدي اعرف اي محمد فيهم، بدي اعرف مكانها، كيف اقول خليه يطبعها؟ اي وفاصله لان الاي. طب مش ممكن يطبع لي هيك الاي تاعت احمد؟ ليش؟ لانه مش حيفوت على المنطقه هي اللي بتطبع الا اذا كان الشرط ماله متحقق. وش الشرط يتحقق؟ انه الاسم في محمد. فهان باجي هان مش حيفوت هان الا اذا لقى الشرط متحقق. ايش الشرط متحقق؟ القيمه ايش تكون عباره عن؟ محمد. فلو قلت له اطبع الاي فاصله الف لاي، ايش بصير يطبع هالجيم؟ الاندكس والقيمه. طيب نشغل هيك نشوف. واضح انه العنصر الاول اللي اسمه محمد هو موجود عند الصفر، محمد الثاني ولا لقاها؟ الأربعة. واضح؟ مش هذه ما انطبعتش. ماشي؟ بس عشان اتاكد انه شغال صح. لو انا قاصد انه يطبعها بقول هذه ما انطبعتش لان محمد انا بالايش؟ بالكابيتال، بروح على القسم بسوي بطبعها. اي طبعها، واضح كيف؟ لو انت بدك اياها بطبعهم كله محمد، هي كده اتاكدت انه ايش بيسوي؟ بطبع القيمة وبعطيها. لقيت بلش عد. بدل ما تطبع بلش تسوي لقيت عد. ايش سوي اذا لقيت محمد قبل ما تقول له اطبعها او بعد عادي؟ ضروري تكون عمليه الشفت شباب مضبوطه، الانتيديشن حكينا عنها، هدول لازم يكونوا جواتها فوق بعض. لو هذه مزاحه بشكل بسيط بديك ايرور لانها مش فوق اختها. هاي واضح، مش عارف اذا هذه الى هذه ولا هذه ولا هذه شيء جديد. لازم يكونوا التنتين هذول شمالهم فوق بعض. ايش قلت له هالقد انا؟ ايش قلت له؟ قلت له كل ما تلاقي عنصر اسمه محمد زود الكاونتر بمقدار واحد. هل في داعي اطبع الكاونتر كل مره في اللوب؟ ولا في الاخير بطبعه؟ بديش اشوفه كيف بزيد انا، مفيش داعي اشوفه كيف بزيد. قلت له في النهايه بعد ما تخلص اللوب بتاعتنا هاي، بعد ما تخلص اللوب في الاخير برا هنا اطبع ايش؟ اطبع الكاونتر. بكتب كلمه مثلا كاونت از نقطتين، هذه كلمة بتطلع قبل مين؟ قبل قيمة الكاونت، سترنج عادي، فاصلة الفاليو اللي اسمها ايش؟ كاونت. طيب شكل نشوف ايش حيطلع قد شباب، ايش بالضبط اللي حيطلع الجملة هاي؟ شباب هيك راح يطبع زي ما قلنا ايش؟ كاونت از ثلاثة. واضح ايش طلعت هان؟ لهم الثلاث قيم هذول. واضح؟ لهم هذول الثلاث قيم. المحاضرة خلصت؟ طيب هيك احنا خلصنا المحاضرة، بس قبل ما نطلع في شباب بالنادي التكنولوجي بدهم يحكوا معاكم كلمتين، خليني بس انهي انا المحاضرة هان
واستمعوا إلى أخيكم.